يعني أبدأ مع الدكتور أشرف. دكتور أشرف، كونك خبيرا في السياسات الدولية والخارجية، الكثير والكثير يتساءل عن مصير زيلينسكي، ترى كيف، ما هو مصيره؟ مصيره يعني هو مستمر طبعا في قيادة أوكرانيا، لأن حرب أوكرانيا كما أشرنا سابقا هي حرب الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الآن هي حرب أوروبا. يعني إعادة نشر الصواريخ في بولندا بالنسبة لألمانيا، واهتمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكل دول حلف الأطلنطي بأن يعني عدم ترك أوكرانيا لوحدها. يعني الاستعدادات، يعني استقبال دونالد ترامب، يعني تبدو أوروبا بتبلغ رسالة مهمة جدا لدونالد ترامب، إن يعني أي خطوات تفرق أو توسع الفجوة في العلاقات الأوروبية الأمريكية أو العلاقات اللي هي بيسموها الترانس أتلانتيك ريليشنشيب، يعني طبعا العلاقات دي من بعد الحرب العالمية الثانية، والاستعدادات الأمريكية أو الدفاعية لجعل أوروبا مرتبطة بالولايات المتحدة تسير دائما على قدم وساق بشكل قوي جدا. وبالتالي تعيين ترامب مستشار الأمن السابق، مستشار القومي الأمن السابق له، على أنه سيكون هو مبعوث ترامب إلى بوتين، وفي حديث يقال إن لو بوتين رفض الاقتراحات بالنسبة لترامب، فترامب طبعا سيزيد من المساعدات الأوكرانية أو المساعدات العسكرية والاقتصادية. يعني ما أقدرش أأمل كتير على إن ممكن ترامب يوقف هذه الحرب، لأن بوتين برضو عنده عقيدة ثابتة في موضوعات مهمة بالنسبة له، إن اقتراب حلف الأطلنطي من الحدود الروسية ومن المجال الأمن الروسي بدأ يمثل تهديدا خطير. يعني بعد دخول السويد وفنلندا لحلف الأطلنطي، احنا بنتكلم على ان مش أوكرانيا بس، الموضوع دلوقتي بدأ حلف الأطلنطي بيتوسع. الجدل هل أوكرانيا ستكون عضو في حلف الأطلنطي او لا، ده ممكن يرتبط بما ستقول اليه المفاوضات. ربما التحليل الأخير اللي بيقول إن الأماكن اللي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا تحتفظ بها، الأماكن الجديدة تتركها وتدخل أوكرانيا حلف الأطلنطي وتدخل أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، ومن هنا يكون الغرب نفذ الهدف الأساسي وهو دخول أوكرانيا والاقتراب من روسيا. المعادلة الثانية، مفيش حروب بيتم السيطرة عليها بالصواريخ، سواء صواريخ تقليدية أو صواريخ فرق صوتية. يعني الصواريخ الفرق صوتية تهديدها الحقيقي إذا حملت برؤوس نووية. وأنا يعني في تقديري بناء على كل النظريات الردع النووي بتقول ولا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا كوريا الشمالية هتقدر إنها تسعى إلى استخدام السلاح النووي، لأن السلاح النووي ده أمر جدا خطير، فستظل الحرب حرب استنزافية، استهلاك لمعدات عسكرية من الجانبين إلى حين أن يعني يجبن أحد الأطراف أو يتراجع أحد الأطراف. الرواية الغربية بتقول أن حرب الاستنزاف دي تستمر، والرواية الروسية بتقول حرب الاستنزاف دي تستمر، يعني الاثنين بيستنزفوا بعض، ولكن في النهاية كما أشار التقرير إن اللي بيدفع الثمن ده هو الشعب الأوكراني، وسيظل دافعا بثمن باهظ أكبر، لأن يبدو أن الحرب دي ستأخذ وقتا طويلا، لأن واضح جدا سياسات بايدن والإدارة الحالية تدعم أوكرانيا، والأوروبيين في قناعتهم سيدعمون أوكرانيا حتى الأمر إذا تطلب دخول قوات من الأطلنطي تحت قوات مرتزقة مأجورة، كما هو الحال الآن أصبح في قوات من كوريا الشمالية بتدخل مساعدة روسيا. وكما قال الزميل الصديق دكتور بشير بأنها تأخذ شكل حرب عالمية ثالثة،
باعتبار ان في اطراف بدات تدخل في هذه الحرب من دول مختلفه. ويبقى في اخر نقطه الصين، ايران، كوريا الشماليه، يعني واخدين موقف طبعا داعم الى روسيا، وتبقى الولايات المتحده وحلف الاطلنطي واخدين موقف داعم الى اوكرانيا، ويظل السباق من يستنزف من اولا ومن يستطيع ان يتراجع اولا. ولكن يبدو ان الطرفين ليس هناك تراجع، رغبه في ان ينتصر فريق على الاخر ويعيد تشكيل السياسات الدوليه في اوروبا او في العالم. طيب دكتور أشرف، دور الصين والهند في هذا السياق، بينما يمكن أن يحدث تغيير في التحالفات الدولية وإعادة رسم للقوى والتحالفات؟ ده سؤال مهم. الولايات المتحدة والغرب بيعولوا على الهند أنها ستكون في الجانب الأمريكي والجانب الغربي وليس في الجانب الصيني أو الجانب الروسي. يعني الهند من زمان وهي طبعاً بتعتمد على سياسه طبعا عدم الانحياز، عدم الانحياز صحيح، باعتبار انها كانت دوله مؤسسه لهذا الامر من زمان، وستحافظ الهند في السنوات القادمه على انها تظل في هذا التوازن، ولكن مع الضغوط تبدا الهند في تغيير موقفها. ولكن الهند اقرب لانها ستكون في الجانب الغربي اكثر من الجانب الصيني او الجانب الروسي، وده عملية صعبة جدا للهند. وعلى فكرة يمكن أنا ببص على الهند موقفها يتشابه تماما مع الموقف المصري في السياسة الخارجية، وده موقف محترم، اللي هو فكرة إن أنا ما أدخلش في يعني طرف حينما تكون المعارك كبيرة وتكون المعارك بين أقطاب نوويين بيدخلوا في معارك استنزافية، لأنهم عندهم حجم من الاقتصاد ومن التسليح ومن القوى العسكرية قادرة على أنهم يدفعوا أثمان أو يتحملوا أثمان باهظة، ولكن تظل الدول الإقليمية أو الدول الجوار لهذه الحرب أكثر تضررا من الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى روسيا. وده نفس الأمر بينطلي على حرب غزة وحرب لبنان. نعم. إن دولة الاحتلال بتحصل على المساعدات العسكرية، ولكن اللي بيدفع الثمن كل الدول اللي هي متضررة بشكل مباشر. هنا السياسة الدولية لازم يكون فيها عقلانية، وهناك نظرة تفاؤلية لأن ممكن يكون ترامب قادر على إن هو يوقف هذه الحروب البائسة اليائسة التي لا تقدم للبشرية شيئا إلا مزيدا من استهلاك السلاح في عدم بناء تنمية حقيقية للنظام الاقتصادي أو النظام السياسي الدولي.